تركيا. أردوغان خارج حكم البلاد. الكشف عن خيوط عملية انقلابية. بعد الخسائر الجيش يسحب قواته من ليبيا. الليرة تسترد أنفاسها وتعافي بالاقتصاد في النصف الثاني. إسطنبول الواجهة السياحية الأولى في العالم في النصف الثاني من السنة. زلزال بشدة عالية يخلف أضرار مادية وبشرية. إيران روحاني خارج سباق الرئاسة. التومان في انخفاض الأكبر أمام الدولار في الربع الأخير من العام. اختراق بالمنظومة الأمنية وسنسمع عن اغتيالات لعلماء وسياسيين بكثرة بالرغم من العقوبات. التجارب النووية مستمرة وإيران تفاجئ العالم بصناعة عسكرية جديدة. تظاهرات في الشارع تدعم من الداخل والخارج. زلزال قوي تصل تبعاته إلى بغداد. المرشد في خبر مؤلم. انفجارات بأماكن متعددة والمساجد ليست آمنة. استعراض عسكري مهيب استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة. التهديد بإغلاق مضيق هرمز يتكرر بأكثر من مناسبة.